سلام غزاله ديالي، تحشكم بزاف. شكرا لاي وحده كتبات لي كومونتيرات زوينين، شكرا لاي وحده بغات تعاونني، شكرا لاي وحده فرحات قلبي ودعات معايا باش الله سبحانه وتعالى يصبرني. مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالناس القدام، تحشكم وحق الله العظيم، حتى تحشكم بزاف بزاف فريمون، تحشكم واحد الدرجه ما تصورش. توحشت نجلس، توحشت نهضر معاكم، توحشت نعطيكم مواصفات طبيعيه، توحشت بزاف ديال الحوايج. لذلك فان شاء الله اليوم جيتكم فيديو جديد، ولا كنتي اول بعدا اول مره كتشوفي لا فيديو ديالي، فما تنسيش انك تهبطي وتعاونيني بزاف الاشتراك، وتعاونيني بجيم ولا بكومونتير زوين. فملي كنقرا واحد لي كومونتير اللي كيكونوا زوينين كنفرح بزاف، كيعجبني الحال، كنرتاح داخليا. فشكرا لكم بزاف 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 بزاف، واخا نعيا نهضر معاكم جامي، يعني جامي غادي نوصف لكم الفرحه ديالي. اول حاجه البنات، قلت لي خصني نهضر لكم على موضوع الثقه في النفس. الثقه في النفس راها حاجه اللي فينا كاملين، راه ما كاينش شي وحده ما تيقاش في راسها، ولكن حنا اللي فينا اللي عندنا الداخل، واننا ما كنتيقوش في راسنا. علاش ما كنتيقوش في راسنا؟ لحقاش ديما كنقارنوا، كندير واحد المقارنه بين القدرات ديالي مع القدرات ديال شي شخص اخر، فهذا خطا وخطا فادح كنديروه، اللي كيخلينا كتخلي الثقه ديال النفس ديالنا كتزعزع من بلاصتها. اول حاجه غزاله ديالي هو انني كيفاش نثق في راسي. اول حاجه اكيد هو انك دائما تستغني الناس السلبيين والناس اللي كيبغيو يحطموا لك الثقه في راسك، والناس اللي كيبغيو دائما يشوفوك لتحت. دائما الناس اللي كيبغيو يديروك ابتسامه ديالك وكيبغيو يخليو يدوزوا لك النهار قبيح، حاولي انك تتفاديهم وتبعدي عليهم فتره 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 فتره، وتخليهم اكوتي، يعني ما تعاوديش تبديو. ثاني حاجه حبيبه ديالي هو انكم ما عمركم تخليو الحاجه لغدا. يعني الا كنتي باغا ديري باغا تخرجي هاد النهار مع صحاباتك، وغادي يجي واحد الوقيته وغتشوفي فراسك وتقولي فلان راه غادي تخرج لابسه كذا وانا ما عندي ما نلبس ولا فلانه، وغتحاولي انك تجلسي في الدار، فهذا ما مزيانكيش ابدا، وهذا كيخليك انك تبقاي لور، وهذا كيزيد يطيحك لتحت. خليني نخرج انا ونخرج كيف ما بغيت، واللي بغاني يبغيني هكا، واللي ما بغانيش كي قال الاخر راه الباب وسع مكتافو. اللي بغاني يبغيني قبيحه زوينه معصبه، كنغوت لو فون ديالي، كنخرج داكشي اللي عندي لداخل، ما كنخليش شي حاجه مستوره، يبغيني هكا. اللي ما بغانيش الله يعاونو، وديما بقاي قويه، وديما خليهم هما يتسائلوا علاش فلانة مازال ضاحكه، رغم انها طاحت ديك النهار، رغم انه وقع لها واحد المشكل، رغم انها دارت وفعلت، ورغم انها واجهت شي مشكل اللي هو كبير، ديما انتي حاولي انك تخليه يتسائل مع راسو علاش وكيفاش ومناش وشنو دارت، فهمتي؟ يعني دائما خليك تكوني قويه، الابتسامه جامي تحيديها من فمك، سوا دواو عليك خايب سوا زوين، ديما ضحكي، ديما خلي الضحكه ديالك هي السر نتاع الثقه ديال النفس ديالك. وماشي انا غادي نزعزع المشاعر ديالي، علاش لحق سمعت فلانه قالت ايوا هذيك شي كي دايره راها قبيحه راها فاعله راها تاركه، لا بالعكس، غنجاوبها بواحد الابتسامه، وديك الابتسامه كتعني لهم ان رغم انكم تبغيو تطيحوني انا راه ما غاديش نطيح وجامي نطيح، ولا طحت داك النهار راه ديك تجربه ودازت في الحياه ديالي، يعني ما غاديش نخلي واحد التجربه اللي كانت قبيحه، واحد كيقول لك واحد الهزيمه، راه واحد الهزيمه راه هي نقطه ديال القوه ديالك، تهزمتي هاد النهار ولكن خديتيها تجربه، يعني غدا ما تقديش تهزمي وما تقديش تطيحي في نفس الخطا، يعني علاش لحقاش خديتي داك الحاجه كانها تجربه في حياتك. وسبحان الله العظيم، الا قلتي فراسك انني فاشله وفشلت في واحد الحوايج، فالعقل سبحان الله عندنا واحد العقل الله سبحانه وتعالى عطاني فعلا كيولي هو كيطبق لك، وهو كيردك انك تكوني فريمون فاشله في حياتك. يعني نهار اللي كتخرجي كتقولي انا راني فشلت في هادي وهادي وهادي، وانا واحد الانسان اللي فاشله، وانا واحد الانسان اللي ما كنعطيش وما كنديرش بزاف ديال الحوايج، فهذاك العقل ديالنا كيحاول انه يطبق داكشي اللي خرجتي على فمك. وديما حاولي ديري داكشي اللي كيقول لك راسك، وما تسوقيش لبنادم اش غادي يقول لك، ولا غادي يقول لك لا ما ديريش هادي. مثلا كنتي باغا تعطي في واحد الحاجه، ماما سمحوا لي الكسكوته ديالي، ماما عيطات لي. بون كيف ما قلت لكم، يعني حاولي دائما انكم تعطي انت حاولي تعطي شي حوايج اللي ما يقدش الاخر يعطي، يقد الاخر عنده ولا الاخر عندها، ولكن انت عندك شي حوايج اللي زوينين ولكن انت مخبياهم، يعني انت ما كتخرجيش، كتخلي داكشي لداخل وكتقنعي راسك انك انسانه فاشله، وانك انسانه ما عندكيش الثقه في راسك. ولا بغيتي توصلي وتنجحي في حياتك،
ديما ديري في راسك ان الفشل مستحيل يكون في المسيره ديال الحياه ديالك، حتى ياخذ الله الروح ديالو ولا امانه ديالو. وهذوك الناس اللي واصلين راه ما عمرهم كان عندهم في حياتهم واحد العائق، وما عمرهم كانوا كيفكروا انهم قادين انهم يفشلوا واحد النهار. ديما كيديروا بينيهم اننا ناجحين وغادي نوصلوا وغادي نمشيو بعيد. ولا كنتي باغا ديري شي حاجه فحاولي انك منين تبداي تكوني متاكده انك قادره تكمليها وما توقفيش. علاش؟ لحقاش الا وقفتي غادي تقدري طيحي في نفس المشكل وطيحي عاوتاني، طيحي من راسك. لا، ديما ديري في راسك انا قادره نوصل داك الشيء بيك ولا بلا بيك، ولا انا ما محتاجاش ليد المساعده، انا قادره نوصل داك الشيء اللي كنعرف انا وداك التجارب اللي دوزتهم في حياتي انا. وعلاش لا؟ كانت سابقا كيقول لك واحد المثال، من تأنى نال ما تمنى. ان شاء الله اللي صبروا وغتوصلوا داك الشيء كامل، وما عمركم طيحوا وتقولوا انا ما عنديش ثقه في راسي ولا انا طحت صافي جامي انني نوصل ابدا. حاولي انك تزيدي لقدام وتكملي، تكملي عادي، كملي حياتك عادي. حتى حاجه ما كتوقف على واحد ولا على وحده، وحتى حاجه ما كتخلينا نقصوا من القيمه ديالنا، وحتى حاجه ما تستاهل اننا نكرهوا راسنا واننا نفقدوا الثقه في راسنا، واللي كيؤدي للاكتئاب الله يستر، ولا اليأس وانتي مازال ما وصلتيش للسن ديالو. داكشي علاش حبيباتي حاولوا دائما تكونوا ايجابيين في حياتكم، واي حاجه وقعت لكم، شي حاجه وقعت لكم فخذوها بالتجربه. ديما ديري انا جربت في هذه، يعني المره الجايه ما غاديش نطيح فيها، وما تخلينيش انني نفقد الثقه في راسي. كنكونوا كنشوفوا راسنا في واحد الهيئه في شكل، ولكن ملي كنعطيو الثقه لراسنا وكنبقاو نشوفوا راسنا في المرايه كنلاحظوا ان كاين واحد التغيير باين جدا. يعني حيت ثقتي في راسك كتزيدي جمالا فوق جمالا. واخا تكوني ما تيقاش في راسك، ديما قدام الناس قدام اي واحد حاولي انك تكوني هازه راسك. ولا قالك هذيك فيك خايبه مثلا، قولوا انا كتعجبني، انت ما كتعجبكش شغلك، هذيك انا كتعجبني الحمد لله. فلذاك حبيباتي كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم ويكون عاونكم باش تثقوا في راسكم، وتخليوا لي دي كومونتيرات زوينين، وتخليوا لي كلام زوين، وتفرحوني وتبارطاجيو لاشين علاش لا. بالنسبه للبنات اللي طلبوني على حساب الوصفه نتاع تطويل الشعر، واللي هو وصفه هائله وفي مده قصيره، اللي هي الوصفه عباره عن حمام الزيوت، وهذا حمام الزيوت يعني مش حال هذا كيديروه الناس زمان. يعني مشيت قريت وشفت وعرفت، وكيف ما قلت لكم وكيف ما انا حاطه لكم وعطيكم وعد، هو انا عمرني ما غنحط لكم شي فيديو وفيه شي وصفه اللي هي ما زويناش، وشي وصفه اللي انها ما غاديش توافقكم. يعني كيف ما انا نبغي شي حاجه اللي توافقني وما نضيعش فيها الفلوس ونلقاها زيرو، فنفس الاحساس نحسو البنات الاخرين. اول حاجه حبيباتي هو ان بغيت نحط لكم وصفه ونوريها لكم، انا كنحطها على شعري، ف يعني للاسف الظروف ما سمحات ليش، يعني ظروف شخصيه شويه، يعني ضروري خصني منين ندير شعري ضروري خصني استحمام، واحد يعني امر اللي ما خصنيش نستحم فيه. المهم حبيباتي بالنسبه لهذا الحمام الزيوت فهو متكون من تاخذي معلقه، المهم بنات افضل حاجه انكم ديروا الثومه، يعني بلا تمشيو تاخذوا زيت الثوم على العشاب، وانما ديروها في داركم صابوا زيت الثومه داركم. كتجيبوا الثومات كتسنين فات وكتثقبوهم تحطوهم في زويته بلديه، كتخليوهم ديروا معلقه ديال زويته بلديه ديال الثومه، ومعلقه نتاع زيت الحلبه، ومعلقه نتاع زيت الخروع، ومعلقه نتاع الحبق مطحون اللي كيكون عند العشاب. كتخلطوا هذا الشيء وكديروه لشعركم وتخليوه تباتوا به الليله كامله، احسن فاحسن فاحسن انكم تباتوا الليله به الليله كامله. وغدا ليه ان شاء الله تمشيو للحمام تغسلوه، وما ديروش السيشوار وما تنشفوش بالبلاك ولا السيشوار ولا داكشي، فخليوه ينشف طبيعيا ان شاء الله تبقاو تداوموا عليها. الا كنتي كتغسلي جوج مرات في السيمانه فديريها جوج مرات في السيمانه، كنتي كتغسلي مره في السيمانه فديريها مره في السيمانه، وفريمون كتعطي واحد النتيجه هائله، وكيطول لك الشعر في واحد المده اللي هي قصيره جدا جدا. و هادشي اللي قديت نقول لكم، سمحوا لي بزاف البنات يعني طولت عليكم باش حطيت لكم هاد لا فيديو، ولكن والله العظيم حتى الظروف اللي ما سمحاتليش، والله يسمح لنا والله يسمح لاي وحده. وشكرا للناس اللي كيعاونوني وكيفرحوني وكيحاولوا انهم يعطوني يد المساعده، شكرا لكم كاملين. كنتمنى ان القناه ديالي تزيد تكبر وتكبر وتكبر، كيف ما انا كنحس بلي انا عندي عائلتي الثانيه اللي كنخوي عليها وكنفضفض عليها داك الشيء اللي كيضرني. فشكرا لكم البنات، وشكرا على اي حاجه كديروها معايا، شكرا على الاشتراكات ديالكم، شكرا على لي جيم ديالكم، فانا بلا بيكم غير والو، انا راني زيرو بلا بيكم.
يعني انا ما الا كوما كنتوش نتوما ما غنوصلش لبزاف ديال الحوايج، وكوما كنتوش نتوما ما غاديش يعني ما غاديش تكبر القناة ديالي، وهذا دليل على المحبة ديالكم. شكرا لكم غزالاتي، وحق الله حتى كنحماق عليكم، ولقيت دي كومونتيرات كيقولوا لي لا انت كتبغينا وما كتشوف ما كتشوفيناش. راه الحب ماشي هو انك تشوفي واحد الانسان ولا انك تهضري معاه، راه كلمه طيبه تقدر تزرع فيك واحد الحب اللي هو ما كاينش، وكيف ما كلمه سيئه تزرع فيك واحد الكره. والله يستر، حنا ما باغيين نكرهو حتى شي واحد. والموضوع الجاي ان شاء الله هو فلوج، ان شاء الله بحول الله غنحاول انني ندير لكم فلوج اللي غنحاول ندير لكم حياتي اليوميه شويه، والله يسهل على اجمعين. يلا كسكوت ديالي، ما كنبغيش نطول لكم في لا فيديو باش ما تقالش على قلوبكم، كنبغي ان لا فيديو يكون شويه قصير وتستمتعوا نتوما كتفرجوا فيه. كيف صافي كيف ما قلت لكم حبيباتي، كنتمنى ان نكون ديما خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى بارطاجيو القناه باش توصل وباش نبقى نتحفزوا اكثر ان نديروا دي فلوغ. انا راني كنوعدكم البنات، ومن هاد لا فيديو كنوعدكم ان ان شاء الله يا ربي الا تبعتوني وكملتوا معايا راه غتشوفوا فيديوهات لي فريمون، فيديوهات اللي ما فيهمش شي حاجه اللي خايبه، ولكن فيديوهات ليس للمتعه وانما للعبره. هادي باغا نحطها لكم، والافكار اللي راني دايره في راسي غيعجبوكم بزاف. فما تنساوش اشتراك 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 باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله، واي حاجه حطيتها توصلكم. وعلاش لا ما نتعاونوش مع بعضياتنا، وعلاش لا ما نعاونوش القنوات الصغيره اللي يلاه باديه. كنحماق عليكم، سمحوا لي جيتكم بواحد الطله اللي فريمون شويه يائسه، ولاني راني حاولت ندير ما بوسعي باش نبالكم في نظره جميله، واخا انا لداخل في الفون ديالي مازال شويه مطوشيه، ولكن ما يمكنش انني نحرم بزاف ديال البنات من داكشي اللي قلت لكم. وصفه الوصفه هذه اللي عطيتكم تاع الشعر اللي فريمون وصفه سحريه سحريه سحريه، اللي كيف ما قلت لكم هذا حمام الزيوت، ولكن حيت تكونوا كتطبقوا على شعركم حاولوا انكم ديروا مساج لراسكم باش كتدخل في الفروه ديال الراس، والشعر اكيد يكون ناشف ما يكونش فازك. والنصيحة الثانية اللي بغيت نقول لكم هو ان تبغيت نقطع على فيديو تفكرته، هو ان عادي جدا ان في هذا الفصل هذا اللي هو فصل الخريف والشتاء والربيع راه كيطيح لنا الشعر بزاف، يعني كيتكاثر نسبة تساقط الشعر الاخر على حساب الجو وعلى حساب بزاف ديال الحوايج. فيعني ما تخافوش، حاولوا اننا نديروا مساجات لراسنا، نديروا وصفات طبيعية شعرنا، حيو شويه لي برودوي شيميك اللي هما كيزيدوا يقتلوا لنا الشعر، نبعدوا عليهم ونحاولوا ان نديروا وصفات طبيعيه، نشبعوا شعرنا، نديروا الزيوت لحقاش حيت غادي يخرجوا من هذا الفصل هذا، فغادي يجي واحد الفصل اللي هو فصل الصيف اللي فريمون كينشف الشعر وكيولي حالته بسبب البحار بلا بيسين بزاف ديال الحوايج. فنحاولوا اننا نخليو شعرنا زوين، ونحاولوا اننا نغديوه قبل ما يوصل هذا الفصل هذا. وكنحماق عليكم، وبغيت نعطيكم بزاف 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 نصائح، حتى كنبغي نقطع على فيديو كيبان لي نصيحه جديده. سمحوا لي كنت ديالي، والله الا سمحوا لي بزاف تعطلت عليكم، راني حشمانه 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 منكم. يلا بسلام عليكم، تهلاو في راسكم، ابوني ابوني تبارطاجيو القناه اكيد.